فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الذنوب تتساقط من الأعضاء في الوضوء مع قطر الماء دون استحضار لهذا الفضل دون استحضار لهذا الفضل، أم لا بد أن يستحضر ذلك حتى يتم هذا الأمر؟ إذا نوى الوضوء فقد نوى عبادة يحصل بها الأجر والفضل إن شاء الله. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.